ونصل إلى الفصل الأخير. أنا مش حابة الوقت يخلص معك، ولنا من مرتاحة ومبسوطة فيك والله العظيم. بشوف هيك روح الحلوة اللي بتتكلم المرة دي، هيك هيدا الصفاء، التصالح مع الذات. دي حقيقة بالوقت المناسب. ما تقعديش تكملي عشان هعيط. لا مش عاوزاك تعيطي. ولا أنا عايزة أعيط والله، ولا أنا عايزة أعيط، ولكن يعني بس أنا يعني زعلانة من نفسي شوية. أنا قصرت في حاجات كتير، ولكن زي ما أنتي قلتي ملحوقة. بس كيف كانت مرت عليك المرحلة السابقة؟ كانت صعبة قوي طبعاً. بصي مفيش حد يحب إنه يتعلق بحد وبعدين الموضوع للأسف ما يكملش، مفيش حد يحب كده أكيد. بصي رغم إن يعني ممكن يكون في مشاكل حصلت وكذا وكذا وكل الحاجات دي، ولكن بيفضل إن الشخص، أنت لو ربيتي قطة هتزعلي عليها، والقطة دي تعبت أو ماتت هتزعلي عليها وتحزني، ما بالك بني آدم، ما بالك شخص في ما بينكم تفاصيل كتير. أكيد أنا زعلانة، ولكن يعني على فكرة أنا بحبه جدا وبكن له كل الحب والاحترام. أنا هنجتمع معاه في سابع سما. بجد؟ هنشوفه في سابع سما. أوكي. بقيتوا متجوزين قد إيه؟ بصي 15/4 هيبقى يعني 15/4 كده سنة. سنة؟ سنة. مطلقين فيها مرتين يعني؟ طلقتوا أول مرة؟ لا مرة. أول مرة دي الطلاق ما تمش، يعني إحنا ما انفصلناش. ده إحنا انفصلنا عن بعض، ولكن ما حصلش رسمياً على الورق. أوكي. المرة دي حصل رسمياً؟ لحد دلوقتي إحنا في إجراءات الطلاق، لأنه في تفاصيل ما بيننا. هو الطلاق ده مش في يوم وليلة أنت طالق، لا، ما هو في تفاصيل لازم بنخلصها، ولازم في حاجات بنخلصها، وفي بزنس معين ما بين الأهل والحاجات وكده، فبنخلص الحاجات دي علشان يتم الطلاق. أنت عم تقولي لي سنة؟ أنا استغربت. سنة؟ فكرت إن عمر بحاله. لا انت تحسي ان هو عمر، تحسي انه كتير. لقلك قد ايه حسيتي؟ حسيتي سنه ولا اكتر؟ لا حسيته اكتر. اكتر علشان في حاجات كتير قوي حصلت في السنه دي، حاجات كتير قوي قوي قوي. لما تراجعيها تحسي ان انا لما رجعت بقى الفتره اللي فاتت دي، بقيت عماله افكر كده مع نفسي واقول يا لهوي كل ده حصل في سنه. مش كلها طبعا، أنا حاجات وحشه. زيك اتفاجئت. ايوه مش كلها، بس احداث. لا بصي انا حياتي مش ممله ابدا، انا دايما عندي احداث كده، بس مش كلها حاجات وحشه. مش قصدي ان انا يعني قعدت مع نفسي وقلت يا لهوي كل دي، لا بالعكس، احنا في ما بيننا حاجات حلوه وفي ما بيننا حاجات وحشه زي اي اتنين. هو مش عاوز يرجع منا صراحه. الله يساليه لما تجيلي. انت كيف حاسه؟ حاسه بايه؟ حاسه ايه؟ ما بتتكلموش خالص؟ لا طبعا بنتكلم على طيب. فكره بتحسي في الحنين انه ترجعوا لبعض؟ لانه في ناس بتقول لا 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 دول ما تطلقوش، دول لسه مع بعض. والله بصي انا فكره رجوع او مش رجوع دي حاجه بتاعت ربنا، اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون، ولكن انا جوه نفسي انا مش بكرهه ابدا على فكره، بالعكس ده شخص يعني عشت معايا حاجات كتير قوي. بس انت بقيتي بتشبهي نفسك ولا صرتي واحده تانية؟ عارفه حسيت ان انا يعني حسيت ان انا اتغيرت قوي. ايه اللي غيرت كده؟ كبرتي فجأة، حاسه كده ومشاكل اكبر، ولابسه هدوم غير هدومك، وما بتشبهيش نفسك. بصي يعني حاسه ان انا فعلا كبرت فجاه. مش عارفه هل ده بسبب المسؤوليات اللي انا اتحطيت فيها، بس انا من وانا صغيره على فكره شايله مسؤوليه شغلي ومسؤوليه. لا 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 ملهاش دعوه، موضوع تاني مختلف. يعني انت تحصل مشاكل حسك انت تلبسيها اكتر من اي حد تاني. ما هو هي هذه المشكله، ان انا نفسي بس الناس تعرف تفصل، انا نفسي بس الناس ما تاخدش العاطل في الباطل، نفسي الناس ما تاخدش حد بذنب حد. ما ينفعش انا مثلا انت تكوني مثلا بجوزك انت او مثلا والدتك
شفتكم في مكان بتتخانقوا او مثلا والدتك بتتخانق مع حد، اقول يا عم ده انا شفتها هما الاثنين وكانوا ماسكين الراجل عاملينه. ما ينفعش انا يعني، يعني المشاكل اللي كان هو سببها انت مالكيش دعوه بيها. بصي مش موضوع سببها، بصي هو برضه كمان لازم نقول هو حد انفعالي، هو انفعالي هو محمود، واللي بيخطر في باله هيقوله. هو بصي هقول لك على حاجه عشان بس تكون يعني صراحة، انا علشان انا في الدايره دي من وانا صغيره، فتعلمت ان انا في حاجات ما ينفعش ارد فيها، اتعلمت ان انا احتفظ برايي لنفسي، اتعلمت ان مش كل حاجه ينفع تتقال، اتعلمت الحاجات دي لانه انا يعني خلاص من كتر ما اتلدعت من الناس خلاص فهمت اللعبه، فهمت الموضوع. بس في نفس الوقت برضو انا مش فيك يعني، محمود شخص عفوي قوي 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 يعني، لما هتشوفيه على الحقيقه هتعرفي شخص عفوي جدا. بس ما كنتش تقولي له اهدى احنا مش عاوزين المواضيع دي، ليه بتعمل كده، ليه بتكتب كده، ليه بترد؟ ما كانش في الحوارات دي؟ بصي يعني انا لو هتكلم واقول التفاصيل اللي هي ورا الكاميرا كانت ايه، والله العظيم يعني مش هخلص. تعبت؟ لا انا يعني بصي في ناس كانت بتبعت لي تقول لي ايه دول بقى اكتر ناس ضايقوني، دول بقى اللي انا كنت قاعده في اكتئاب بسببهم يعني. في ناس كانت تبعت لي تقول لي ايه انت ازاي ما تقفيش جنب جوزك، انت ازاي والله العظيم انت ازاي ما تقفيش جنب جوزك، ازاي انت ملتزمه الصمت، طب حتى اطلعي دافعي عنه، طب ده اتقال عليه كذا واتعمل وتسوى. مين قال ان انا ما دافعتش؟ مين قال ان انا ما اتكلمتش؟ مين قال ان انا ما قعدتش وحاولت احل؟ مين قال ان انا ما ساعدتش لغير ده؟ مين قال؟ ما تعرفوش، انتوا ما تعرفوش. وعلى فكره انا مش مضطره زي مثلا لما يجي مثلا في رمضان في الشهر الكريم انا بعمل خير، مش بتعملي خير؟ طلعي تقولي انا عملت خير؟ لا. طلعي تقولي انا اتبرعت بمليون جنيه؟ لا. ليه؟ لانه الحاجه اللي انت بتعمليها عشان خاطر نفسك او عشان خاطر ربك او عشان خاطر بيتك او عشان خاطر جوزك مش هتطلعي تقولي انا بطله انا الست الاصيله اللي ده لا، الست الاصيله او الست المحترمه اللي بتحترم نفسها وبتحترم بيتها وبتبقى عايزه تحافظ على ده بتعمل ده بدون ما تقعد تقول انا عملت وسويت وانا على فكره انا بعمل وبسوي. انا مش طالعه انا محدش بيعرف، انا مش عايزه اثبت لحد، انا يعني انا مش هثبت لحد ان انا 100 100 وان انا ومحدش كان عايش عيشتك ومحدش كان يعرف ظروفك واللي كان بيحصل معاكي كل ليله، محدش عارف حاجه. هم انا عايزه اقول لك وحياه ربنا يا راغده هم ما يعرفوش حاجه، ما يعرفوش بصي 5% من الحياه اللي انا فيها. على قد كده كده عم تعذبي؟ لا مش بتعذب. طيب مش بتعذب، ولكن بصي السنة دي كانت كلها محاولات مني ومنه، محاولات تحاولي تزقي الموضوع، بتحاولي تمشي المواضيع، بتحاولي مني ومنه. عمري ما هقول ان انا لوحدي وهو عمال يكسر ويدغدغ، لا لا لا، احنا الاثنين كنا بنحاول نعمل ده مع بعض. مين اللي اخذ القرار؟ احنا الاثنين. قلت له مش هينفع وقال لك مش هينفع؟ لا احنا الاثنين فجأة الموضوع بينا ما بقاش حب ورومانسية زي الأول، وفجأة الحياة بقت مش زي الأول. يعني عارفة في الأول يعني في الأول انت بتبقي حابة الحياة قوي قوي قوي، لما بتبتدي تحصل مشاكل وحاجات وأطراف أساسا تدخل والناس دي تتكلم، وبقت فجأة الناس تعرف كل حاجة واللي ما يعرفوش عاملين عارفين وبيحاكموني ويحاسبوني ويدخلوا يكتبولي كمان انت ست مش جدعة، انتي مش عارفة ايه، انتوا تعرفوا انا ما وقفتش ولا لا، انتوا تعرفوا انا ما دعمتش ولا لا، انتوا تعرفوا انا عانيت ولا ما عانيتش، انتوا تعرفوا القعدات اللي حصلت والكلام اللي اتقال والمعاناة وكسرة القلب والزعل والحزن ومضادات الاكتئاب والتفكير في حاجات استغفر الله العظيم الانتحار يعني حاجات كده، انتوا تعرفوا انتوا ما تعرفوش. ليه توصلي للمرحله دي؟ لا مش عشان حاجه معينه والله، بس ضغط. بس ضغط. الضغط ضغط من كل حته، بالذات الناس، وبالذات ان انت بصي بيسنوا عليكي السكينه، هم اصلا ما يعرفوش حاجه بجد.